كابتن جمال، حضرتك كنت بتكلمني على موضوع هدف مباراه الكابتن خطيب مع المقاولين العرب في افريقيا. في افريقيا، احكي لنا القصه دي لان قصه لطيفه جدا. والله يا كابتن هي قصه جميله. اولا يعني تعليقا على كلام الكابتن، والكابتن احنا كنا اخوات في الملعب زي ما اتفقنا انا وانت قبل الهوا. صح. ممكن اتنين ينطوا جامب، محدش فينا بيتعور، محدش فينا بيتختش، محدش بيقع والدكاتره بتنزل. الامور اختلفت دلوقتي، الامور اختلفت، وسبحان الله اي اتنين ينطوا لازم يقعوا، اللي حاجبه اتفتح، اللي راسه اتفتحت، ما فيش الكلام ده. كان كل هي الميزه زمان كنا بنخاف على بعض، كنا بنخاف يعني جامد على بعض. يعني اجي انط، اجي اعمل اهو الجول اهو يا كابتن، ماشي الجول اهو. احكي لك بقى انا قصه الجول ده يا كابتن، لان انا عشتها انا والبيبو ومحمد عامر. كابتن محمد عامر كان معانا ضيف امبارح الحقيقه. انا ومحمد عامر والبيبو. المهم يا كابتن، باقي ثواني. لا اتفضل براحتك. باقي ثواني على على الماتش، على الشوط، على الشوط، على الشوط الاولاني. اوكي. المهم كرة استلمها عامر من الشمال، من الشمال، ده جون التعادل بتاع ناصر محمد. المهم يا كابتن اسلام، عامر استلم وراح داخل بيها على ال 18، هتم الاول على سبيل ونجم الهدف. قبله رضوان راح اهو يا كابتن، اهو ده كابتن عامر، محمد عامر، ده رضوان اللي وقع. رضوان جه ياخدها من محمد عامر، وقع قبله علاء عبد الحفيظ. انا متريق ومستني بعد علاء على طول. فالمهم عشان تقع. لا انا مستني بقى عشان انا متيم الكوره هطلعها ايه، كورنر. كورنر حلو. فالمهم سبته كمان يعني، عدى كمان من هنا من رضوان. حلو. وعدي علاء عبد الحفيظ. انا بقى كابتن اسلام اهو، بص خرجت انا بره الجون اهو. انا اللي بره الجون ده على اساس احطها كورنر. حلو. يعني معانا عامر هيلعبها خلاص بقى. احنا كابتن زمان يا كابتن، وانت يمكن كابتن ماهر كده عارفين، بنلعب بدماغنا، بدماغك وصح قبل مخير يعني. صحيح. بنلعب بدماغنا قبل رجليك. فالمهم انا اهو بص يا كابتن، انا خرجت بره الجون اهو. انا اللي بره الجون ده عايز احطها كورنر. فعامر انا قلت هيلعبها ببطن رجله زي مصطفى عبده كده، فتاخدها اروح اعملها كورنر. مش هاخدها ولا هاخد ولا هعمل، هحطها كورنر. كورنر على طول، لا انا بقى انا بره الجون، انا بره الجون خلاص. صحيح. فراحت انبسط انبساط جامد قوي بالجول ده. هقول لك السبب ايه يا حمدي في فراحت ده، بس بعد ما دي خلص. فراحت يا كابتن اسلام لابسه في وش رجل عامر. وانا رايح اقفل وهحطها كورنر، لقيتها على شمالي. وانا عندي الشمال مش شغاله خالص. فالمهم راح جاي على شمالي، بعمل كده لقيت البيبو راح عاملها كده. جا الجول، لقيت الخطيب عمل سبرنت جامد جدا فوق ما تتخيل. عايز الحق انا كان شكله فرحان قوي قوي. أيوة. المهم جري 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 لحد نص الملعب، قابله طاهر ابو زيد وقابله حشيش وخدهم في حضن. المهم خلص الشوط 1-0. حلو. جينا الشوط الثاني، اول 10 دقائق 12 دقيقه راح العصفوره الله يرحمه جاب التعادل، ناصر محمد كابتن علي. ناصر محمد علي الله يرحمه راح جاب التعادل يا كابتن. وخلاص بقى الماتش 7-8 دقايق. والبيبو وقع على ال 18 بتاعه، خبط وقع. انا رحت انا اتخضيت، انا رحت جاري فيها كابتن، فيها كابتن. قال لي لا مفيش. لما بص لي كده قلت له تصدق بالله يا بيبو انت جبت جول وجريت سبرنت، ما جريته وانت بتلعب. قال لي يا عم روح ده وقته والله. وضحكنا وهزرنا وشوفوا الماتش ماشي ازاي. وضحكنا وهزرنا، لقيته قام قلت له في حاجه يا كابتن؟ قال لي روح خارج ونزل بقى زكريا. بوريك مدى الحب والاحترام المتبادل بيننا وبين بعضينا. يعني بتهزروا وبتعملوا مع ذلك في الماتش كله وبنضحك. ده انا هحكي لك واقعة خايف بس على الكابتن. هحكي لك على واقعة كمان بعد. بس انا عايز اسال الكابتن ماهر لانه السبب الجري دي ايه؟ الكابتن كان فرحان جدا قوي المباراة. كان بيل انطوان صرح ان صعب الخطيب بيهز شباكي في المباراة دي. فكان في تحدي. فطبعا الخطه بتاعت الخطيب، الجول العالمي اللي سجله في كان اول جون يجيبه، الفرحه بقى. الفرحه بقى خليته طبعا ضرب السبرنت لحد السنتر اللي ده من بره للسنتر. نفس الوقت هو طبعا رد فعله ان التصريح اللي حصل من بيل انطوان ان صعب ان الخطيب يجيب فيه جول في المباراه الجايه. فهو هنا بيأكد بيأكد يعني. طبعا انت لعبت نهائي الكاس صح؟ نهائي الكاس 1-1 نهائي الكاس بتاع البلينات بتاع ضربات الجزاء.